في ظل الأزمة الصحية الحالية وفي مبادرة فريدة من نوعها، بادرت العتبة الحسينية بإنشاء مركز صحي يتكون من 60 سريرا سمي مركز الشفاء للعناية والطوارئ. داعمة وساندة للقطاع الحكومي والناس اللي موجودين بشعبنا. نعتقد أنه من واجبات العتبة الحسينية المقدسة تقديم الدعم لكل أبناء الشعب العراقي من شمال إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. لذلك لدينا مشاريع صحية في مختلف المحافظات في موضوع أزمة كورونا. أينما وجد مستشفى يحتاج إلى مساعدتنا نكون موجودين. رحنا إلى بغداد الكرخ في مستشفى الفرات وابن الخطيب ودائرة مدينة الطيب، واليوم هذا المركز 60 سري بخدمة أبناء مدينة كربلاء. خلية الأزمة في المحافظة رحبت بهذه الخطوة مؤكدة الحاجة الماسة لدعم المؤسسات الصحية خصوصا وأن المحافظة تمر بظروف صحية حرجة وما يشكله وباء كورونا من خطر على حياة المواطن. السيد مدير عام صحة كربلاء، قبل قليل كنا نتحدث فيما بيننا، هل نفاتح سماحة الشيخ بأن يبقى هذا المنجز وهذا المكان إلى ما بعد هذه الواقعة، إذا ما بعد هذه الأزمة وباء كورونا؟ لأننا نحتاج بشكل كبير لتدعيم مؤسساتنا الصحية. فوجئنا ونحن نتجول في أرجاء هذا المكان الذي رأينا فيه كل الأجهزة، سواء أجهزة الإنعاش الرئوي أو صالة العمليات أو كذلك الإنعاش الكلوي أو غسل الكلى. وهذه هذا المنجز في هذا المكان كان لسماحته كلاما مهما قبل أن نفاتحه، بأن هذا الموقع سيبقى يقدم الخدمات لأبناء محافظة كربلاء المقدسة. لكننا نرى هذا الصرح حقيقة بكافة الأجهزة وكافة المستلزمات يدخل لخدمة المواطن الكربلائي إن شاء الله. أزمة تحتاج تكاتف الجميع من أجل هزيمة كورونا ودعم المؤسسات الصحية للارتقاء بالواقع الصحي وهزيمة وباء كورونا. من كربلاء وليد الصالحي، التغيير.